مواليد برج الجوزاء ديالك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك، بإذن الله ديالك فرحة بإذن الله تعالى. نبدأ بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجوزاء. صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وكنت بتعاني مواليد برج الجوزاء من السحر، من المس، من الحسد، من التسليط، أي شخص بيعاني من هاي الأمراض اكتب تم وإن شاء الله، أو يصلي على النبي في التعليقات وهديله لينك القناة الثانية، قناة الشيخ يوسف، لجميع العلاجات بفضل الله تعالى. فضلا وليس امرا، كل المودلين معانا دعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه. وبعد القراءه هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه. نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. أنا شايف يا برج الجوزاء إن أنت في دايرة، في دايرة حواليك، بس خلي بالك كون حريص، عشان أنا شايف هنا في دايرة مقفولة عليك، يعني حاسس بحيرة، حاسس بعدم التزامات، يعني حاسس بعدم التزامات بأي حاجة في حياتك. وده طبعا بسبب المشاكل السلبية اللي عندك، أو سبب العيون الكثيرة اللي في حياتك. بس أطمنك وبشرك إن الأيام اللي جاية شايف في حب جديد، اللهم صل على النبي، شايف في لقاء حلو، يعني شايف في حد هيعوضك عن كسرة قلبك اللي أنت بتمر بيه الفترة اللي فاتت. طبعا بسم الله الكاشف. شايف كمان في فك كرب، يعني في فك كرب اللي مضيق على حياتك، يعني في باب جديد هتفتحه، في باب قدامك هيتفتح، انت اللي هتفتحه. شايف هتخش في الباب وتخش في سكة صح هتمشي فيها. عندك كمان خلال الأيام اللي دي في لقاء، يعني شايف لقاء مع حد جديد في حياتك، أو حد هيدخل في حياتك، هتبقى في لقاء ما بينك وبين حد جديد. في أمور مادية هتتفتح قدامك، يعني في كذا باب هيتفتح قدامك في مجور العمل أو المالية. كمان هنا بسم الله الكاشف انا شايف في سعاده، يعني ويعني السعاده دي هتكون من نصيبك باذن الله. يعني شايف يعني انت تستحق يا برج الجوزاء، تستحق بهذا، لانك كذلك هتلاقي دعم، هتلاقي حد يدعمك، هتلاقي حد يقف معاك، في حد هيساعدك، في حد هيكون هترمي حملك عليه، لان مستقبلك باذن الله تعالى هيكون احسن، لان مفتوح قدامك كذا باب، وان شاء الله هتمشي في الطريق الصح. وانا شايف ان انت بتتبشر بالاحلام، او رؤياتك بتكون صادقه، او عندك احلام بتتكرر معاك، او رؤيات مناميه بتبشرك باحداث بتحدث معاك في حياتك، وانت بتتبشر من هاي الرؤيات المناميه. بس انت الايام دي نفسيتك تعبانه، حاول تتخلص من الطاقة السلبية، وهتتخلص بإذن الله من تعالى من هذا الطاقات السلبية. بس خلي بالك من التعب اللي عندك، او النغزات او الارهاق، اخلص من هاي التعطيلات، لان العين قوية عليك، العين تعباك، عاملة تعطيل ونزغت في الجسم وخنقة وضيق. حاول تخلص من هاي الطاقة السلبية، لانها بتدي لك دوخة، يعني وبتستند وبتكون تعبان او دايخ. بسم الله الكاشف. علشان انت يا برج الجوزاء بتتخنق بسرعة، بتتعب، بتتضايق بسرعة، لانك بتزعل كثيرا على ناس مش بتستاهل زعلك، لانك انت بتزعل على الناس كثيرة، فالناس مش تستاهل زعلك، لانها شايف عندك كمية حزن كثيرة. شايف ان انت عندك كمية حزن، او كمية زعل، او كمية خنقة كبيرة، يعني شايف ان انت عندك حيرة كبيرة. حاول يعني تطلع من هاي الحيرة، واسمع حاجات كويسة واخبار كويسة، وابعد عن الطاقات السلبية، لان انت اصطدمت من ناس، يعني ناس مش كويسين. انت يعني كنت بتسمع لقلبك، يعني شافك ان انت بتسمع لقلبك، ويعني واكتر اختيارات يعني كنت خدت غلط، اختيارات كثيرة خدتها جوزها غلط. شافك ان انت خدت اختيارات غلط، وكان بيختارها قلبك مش عقلك، يعني انت خدت قرارات من قلبك وهي غلط القرارات، فبلاش تاخذ قرارات كذا. انا شايف في شخص عندك مريض يا برج الجوزاء، شايف في شخص مريض عندكم، ربنا يشفيه بفضل الله تعالى، لان في شخص، ارى في شخص مريض عندكم راح يشفى باذن الله تعالى.
صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن في تغير حال. يعني شايف هنا إن أنت هتاخذ حقك، في رجوع حق. يعني شايف الأيام اللي جاية في رجوع حق ليك. بسم الله الكاشف، أنا شايف في بشرة حلوة بإذن الله تعالى. أنا شايف بشرة حلوة الأيام اللي جاية بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الكاشف، أنا شايف هنا برد الجوزاء. بسم الله، حد يعني بيراقبك. أنا شايف في حد بيراقبك، في حد بيراقبك يا برد الجوزاء، عليك مراقبة. يعني حد بيراقبك مراقبة كبيرة جدا، يعني هم حاطينهم عينهم عليك بطريقة كبيرة. يعني في شخص انت تعبت عشانه يا برد الجوزاء، يعني شخص انت تعبت عشانه غدر بيك وسابك بدون سبب، سابك بدون مقدمة او رد عتاب او حادث، سابك بدون اي شيء، لقيته يعني ماشي سابك في طريق وانت في طريق. يعني شايف ان انت بقالك مدة مش عارف عنه اي حاجة ولا عارف توصل له. شايف ان في شخص كمان غال على قلبك، يعني انت كنت بتحبه، الحد شايف يعني كان غال على قلبك جدا. بسم الله الكاشف، مش شايف يعني عقلك بيفكر كثير، عندك أسئلة كثير عايز تعرفها. يعني انت في دوختي في غربة وشايفك بتعاني، شايفك بتعاني يعني، او عايش لوحدك، رغم ان انت حواليك يعني ناس تسألك مالك، بس انت مش حابب تتكلم مع حد، حابب الوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكاشف، شايف هنا في باب، يعني شايف الباب كل ما انت بتخبط او بتخش الباب بتلاقيه مقفول في وشك، او تيجي عند الباب بتلاقيه مقفول في وشك، او انت بتخبط على هذا الباب بتلاقيه مقفول. لكن الفترة اللي داية هيتفتح لك الباب بإذن الله تعالى، وهتخرج من اللي انت فيه. شايف ان انت واخد حق، هتاخد حقك، وشايف بدايات جديدة حلوة ليك. يعني وشايف كذا حاجة هتحصل معاك، في كذا حاجة حلوة هتحصل معاك، بس انا شايف في مشكلة حاول تحلها، في مشكلة معاك قدامك لازم تحل او تتخلص منها. المشكلة دي كبيرة، انا شايف في مشكلة برضو الجوزاء كبيرة، فلازم تخلص منها عشان بتسحب من كل طاقاتك وبتديك طاقات سلبية. عشان شايف بدأ التعب بيظهر على جسدك، تعبان جسدك كذا، وألم في الجسم متنكل عندك. بسم الله الكاشف، شايف إن أنت ضحيت، لأنك أنا شايفك زعلان على نفسك كتير عشان أنت ضحيت وما لقيتش رد فعل. خلي بالك من نفسك، ما حدش يستاهل كل اللي أنت بتعمله معاه. أنا شايف إن أنت عايز تشتري حاجة، اشتري ما تترددش. لو انت في طرف ثالث، يا في طرف ثالث يا برج الجوزاء، يا ريت ما تستمعش لحد، خليك في طرف واحد وابعد عن الطرف الثاني او الثالث عشان ما تقعش في مشاكل. عشان شاف في مواضيع الايام اللي دايه في بشرة سارة، يعني باذن الله يعني انت البشرة دي هتحصد فيها خير. بس ابعد عن اي مشكلة، ابعد عن ناس مؤذية، ناس بتسمع منك كلام وتودي كلام غلط. هكذا شايف ان باذن الله ربنا هيبعد عنك كل التعب والهم والغم والضيق والخنقه والوحده ان شاء الله، عشان انت نيتك صافيه وقلبك طيب جدا. احنا شايف هنا بس هنا جواك يا برج الجوزاء كلام، نفسك تعبر عن كلامك، نفسك تلاقي حد تقول له اللي في قلبك او تشكي له، بس مش لاقي الشخص الصح. يعني شايف ان جواك حب، جواك يعني تغير، بس انا شايف عندك صدمات. يعني انت مريت بخيبات امل كتيرة، يعني ما حدش يستحمل اللي قلبك استحمله. يعني ورغم كده برضو دواك خير لناس كتيرة، بس دايما حاسس ان الفرح او الفرحة تأخرت عليك، حاسس انها ان بعيد عليك، حاسس ان انت لوحدك في هذا الكوكب او في هذا الكوكب اللي مش بتاعك. لكن ربنا هيبشرك بالايام الحلوة، هيبشرك بالانطلاقات، هيبشرك بالخير بإذن الله تعالى. بس انت حاول تخلص نفسك من الحالة السيئة ومن هذا الطاقات السلبية. حاول يعني تبدأ حياة جديدة، حاول تتحمس، حاول تغير من نفسك. يعني لو انت مستني مال، في مال جاي لك بإذن الله تعالى. يعني انت مستني أمور معينة أو مستني حاجة معينة، في مال جاي لك بإذن الله. أنا شايف هنا
بسم الله الكاشف، اخرج من اطراف ثالثة، اخرج يا بورد الجوزاء من اطراف ثالثة، لان شاف في طرف ثالث، حاول تخرج من هذا الطرف الثالث. بسم الله الكاشف، فضلا وليس امرا اخواتي في الله، ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكاشف، انا شايف هنا، بص يا برج الجوزاء، انا شايف هنا في مشكلتك دي، انت اديت ناس حاجات كتيرة، اديت كتير، يعني شايف الحاجات اللي اديتها للناس دي هم ما يستاهلوش ان انت اعطيتهم الاشياء دي او اعطيتهم هكذا، ما يستاهلوش. شايف هنا ان انت في توهان، لا عارف تاخد قرار في حاجات كتير، ولا عارف تاخد قرار، ولا عارف تكرر في اي موضوع، او مش عارف تكرر صح. اقعد وركز واحسب المواضيع بشكل صح او بشكل مختلف. يعني انت اجمل ما فيك يا برج الجوزاء، قلبك طيب ومؤمن بالله. يعني بس بسم الله الكاشف، شايف في كره، شايف في حاجات انت كارهها، انا شايف في كره في قلبك، يعني في حاجات كتيرة انت بتكرهها، مش مرتاح في أرض بيتك، مش مرتاح نفسيا، مش مرتاح. أنا شايف الحسد شديد عليك، الحسد يا برد الجوزاء شديد عليك من الأشخاص المقربين. شايف الحسد شديد عليك من الأشخاص المقربين. اكتب تم أو صل على النبي في التعليقات، وهديك اللينك شو علاج الحسد بإذن الله تعالى، قناة الشيخ يوسف، القناة الثانية لجميع العلاجات. أنا شايف في شخص هنا هتشوفه قريب، يعني شايف في شخص هتشوفه قريب، يعني هيبقى في كلام ما بينك وما بينه، هيبقى في حب، في لهفة واشتياق، بس في حد هنا واقف لك ومترصد لك، الحد ده واقف لك ومترصد لك. أنا شايف هنا برضه في ناس ضدك، الناس دي ضدك. بسم الله الكاشف، يعني الناس دي مش واقفة بينك وما بين تحقيق هدفك أو حلمك، واقفة ما بين هذه. بس أنت ما بتحبش حد يتدخل في حياتك، ما بتحبش حد يتأمر عليك، ما بتحبش حد يتكلم عليك أو يقلل من شأنك، يعني أنت عشان كده ممكن تنسحب من أي مشوار أو تنسحب من أي حد. يعني أنت لو قاعد في قاعدة والقعدة دي تقيلة، بتنسحب من غير تفكر أو تتردد، بتنسحب على طول، فما تقلقش. أنا شايف عندك حد بيراقبك، إخوة أو حد قريب بيراقبك، لأنك أنت عندك شك. هدي نفسك، لأن أنت خايف على حد، ما تخافش، ربنا معاك وربنا هينصرك بإذن الله تعالى، وهيقف معاك وهيطلعك من الخزلات أو المحنة اللي أنت فيها بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أنا شايف هنا يا برج الجوزاء في حد في فرحة في داخل بيتك أو في الأسرة عندك، في فرحة ليك أو لأحد من أفراد أسرتك، في خطوبة أو زواج أو فرحة بمولود أو رجوع، في فرحة في داخل بيتك، شايف هتكونوا مبسوطين في هذا الفرحة. بسم الله الكاشف، حاول تخلص من الخنقة اللي انت فيها. شايف عندك إثبات وجود، وشايف ان انت ترتاح الايام اللي جاية من الهم اللي انت فيه، وهتطلع من كل الطاقات السلبية. انا شايف نوع على تغير بعد سنوات التعب، سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. ابشر، كل شيء ممكن سيتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك، فلا تكن مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. وفي ندم أحد الأشخاص اللي ظلموكم واستغلوكم بعد فوات الأوان، قر عينا فحقك راجع، وستفاجأ بعوض الله. أنا شايف في مبلغ بيجتمع أو بيتدمع، مبلغ مالي كويس. أنا شايف قد تكون مكافأة أو ردوع دين أو رجوع حق أو هدية. شايف هذا مبلغ كويس، بس انتبه واحذروا من اشخاص قد تعتقد انهم مقربين ولكنهم حاسدون ويفتشون اسرارك، حاسدين ويفتشون اسرارك، فلا تتمادى بالفضفضة معهم.
صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واستعينوا بالله وبسم الله، ورددوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فهو يعلم ما في صدوركم ويستجيب بإذن الله تعالى. نادوا يا رب، وكنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل، اكتب تم في التعليقات او صلي على النبي، وهديك لينك قناة الشيخ يوسف للعلاجات بإذن الله تعالى، واكثر من قراءة سورة الحق. وفضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك اخواتي في الله، ونشوف رسالتك بتقول لك ايه يا مواليد برج الجوزاء. يا رب تصحى على رؤية الرسول في المنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تصحى على رؤية الرسول في المنام، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة